بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي يا جمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. حلقه النهارده حلقه مميزه، وزي ما تعودنا دايما بيبقى النصف الاولاني عباره عن مجموعه من الاخبار، والنصف الثاني بيبقى فقره حواريه. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كاس بطوله افريقيا للكره الطائره منتخب مصر رجال، واللي اتلعبت على ارض مصر في الصاله رقم 2 باستاد القاهره، واللي فاز بيها منتخب مصر بعد غياب 8 سنوات. الف مبروك لمنتخب مصر، واكيد عوده منتخب مصر الكرة الطائرة يعني للعالمية بشكل كبير، واللي بدأت بالفوز ببطولة أفريقيا مع المدير الفني الإيطالي الجديد فلافيو، والحقيقة اللي كان ليه بصمة كبيرة مع لعيبة المنتخب. الحقيقة منتخب مصر كان يضم 5 لاعبين من النادي الأهلي، وكان ليهم دور كبير جدا في الفوز على أو بطولة أفريقيا أو فوز على الجزائر في المباراة النهائية. وطبعا أيضا مدير الفريق كابتن محمد معوض، واللي كان ابن النادي الاهلي ولعب لسنوات طويله ليبرو، كان ليه دور كبير في حصد المزيد من البطولات كانت مع النادي الاهلي في سنوات كتير جدا جدا. النهارده هيكون ضيوفنا لعيبه النادي الاهلي بمنتخب مصر، وهنحتفل معاهم طبعا بفوزهم ببطوله افريقيا بعد غياب 8 سنوات. هيكون معانا اكيد مدير الفريق كابتن محمد معوض، الحقيقه اللي احنا يعني بنشكره شكر جزير ان هو قدر النهارده يوفق الدنيا ان المنتخب او لعيبه المنتخب يكونوا معانا النهارده، لان ما لا اخفي عليكم سرا المنتخب مريحش. المنتخب ادى راحه يوم او اتنين ورجع يتمرن تاني عشان هدفه اكبر من بطوله افريقيا. هكون معانا كمان احسن لاعب في البطوله ومعد، واحسن معد كمان في البطوله ومعد النادي الاهلي حسام يوسف او الدكتور حسام يوسف، وهيكون معانا كمان احسن سنتر بلوك في البطوله لاعب النادي الاهلي عبد الرحمن سعودي، وهيكون معانا كمان نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر اللي كان ليه دور كبير واللي سجل اخر نقطه او نقطه الفوز على فريق الجزائر في المباراه النهائيه محمد عصران، وهيكون معانا ليبرو الفريق نجم من نجوم المنتخب والنادي الاهلي محمد رمضان، هيكونوا معانا ونحتفل بيهم ومعاهم بحصد لقب افريقيا والكاس النهارده منورنا في قناه النادي الاهلي اللي احنا الحقيقه سعداء بيه جدا، وسعداء ببطوله افريقيا للكره الطائره رجال. اكيد هنبتدي النصف الاول من حلقتنا اللي هتبقى مجموعه من الاخبار، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، خلينا نروح لاخبارنا. في البدايه هنبتدي بكره اليد رجال وسيدات. هنبتدي بالرجال، كان عندهم مباراه مهمه في الدور او الجوله الخامسه في بطوله الدوري، وكانت مع نادي الشمس. الحقيقه نادي الشمس من الانديه المهمه والقويه في الدوري، وماتشاتها بنسبه كبيره بتحدد بطل الدوري. النادي الاهلي استطاع انه يفوز بنتيجه كبيره 30-19 في المباراه اللي اتلعبت على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. الشوط الاول كان انتهى لصالح النادي الاهلي 17-10، يعني هنا يعني واضح التفوق حتى في الشوط الاول على عكس اللي احنا شفناه في الاربع جولات الماضيه، ان كان دايما الشوط الاول بيكون كلوز جيم، وبعد كده مستر ديفيد ديفيز المدير الفني بيلعب باوراقه الرابحه الشوط الثاني وبيفرق. ولكن واضح ان الفرقه كانت فايقه في الشوط الاول والثاني، والحقيقه حسموا اللقاء بشكل جيد. مين اول الدوري؟ النادي الاهلي هو اول الدوري برصيد 15 نقطه. بيتساوى مع مين؟ بيتساوى مع نادي البنك الاهلي. واضح ان الدوري كل ما هو اهلي فهو اول. طيب البنك الاهلي عمل ايه؟ البنك الاهلي فاز في مفاجاه على نادي الزمالك في 100 عقبه، وده اللي ادى للبنك الاهلي الافضليه واداله التساوى في النقاط مع نادي الاهلي. وطبعا كان يعني مباراه الزمالك كانت ماشيه بشكل يعني دراماتيكي شويه، انتهت بفوز النادي البنك الاهلي. الفوز ده الرابع لينا بعد 4 جولات، الفوز ده بعد اربع فوز، ده الفوز الخامس الجوله الخامسه، ولكن كان في 4 فوز قبليه، الزهور والمعادي والعبور وسموحه، وبالمناسبه سموحه كان في اسكندريه ما كانش على صاله الامير عبد الله الفيصل. فرقتنا عندها الماتش الجاي نادي اصحاب الجياد، واللي هيكون يوم الثلاث ان شاء الله، ومباراة مهمة عشان نستمر على يعني قمة أو صدارة الترتيب. الفرقة أو فريق كرة اليد بفكر حضراتكم هو الرجال والسيدات، هيطيروا آخر الشهر إن شاء الله، يعني بنتكلم بعد أسبوع بالكتير أو 8 أيام، إلى كونغو برازافيل عشان يخوضوا منافسات بطولة أفريقيا للأندية الأبطال. بطولة مهمة جدا جدا، وحامل اللقب بيحجز مقعده في السوبر للسنة الجاية اللي هي 2024 بإذن الله. خلينا نروح ل السيدات. السيدات كان عندهم مباراة مهمة في بطولة القاهرة مع النادي البنك الأهلي. نادي البنك الأهلي عامل طفرة جيدة جدا في الرجال والسيدات على مستوى كرة اليد، ولكن السيدات فزنا بفرق كبير 43-16، والمباراة كانت على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. أيضا الشوط الأول يعني من الماتش كان خلص لصالح فرقتنا 26-9، وبعد كده يعني الفرق زاد جدا في الشوط الثاني. طبعا فرقتنا كسبت اول مباراه
يوم الجمعه اللي فاتت مع ضد مركز شباب الجزيره، وكانت نتيجه كبيره برضو 47-11 في نفس البطوله، بطوله القاهره. وزي ما قلت لحضراتكم دي استعداد الفريق او ده الاستعداد لبطوله افريقيا الابطال سواء رجال وسيدات، اللي هيطيروا ان شاء الله زي ما قلت لحضراتكم في الكونغو برازافيل عشان يخوضوا منافسات بطوله افريقيا اللي جايه. كل التوفيق لفريق الرجال والسيدات. هنروح لكره السله رجال، واللي ان شاء الله بيطيروا بكره لسنغافوره عشان يخوضوا منافسات بطوله العالم للانديه او لكره السله او الانتر كونتيننتال كمشاركه اولى للنادي الاهلي بعد ما كان فاز في بطوله الباسكتبول افريكان ليج من كام شهر كده فاتوا. كل التوفيق طبعا للفريق، رحله بتبقى طويله جدا، يعني احنا كنا نروح الفار ايست كان بتبقى رحلات شاقه جدا، ممكن نقعد على 24 ساعه سفر. المباريات هتبتدي يوم 21/24، احنا عندنا مجموعه صعبه، معانا بطل امريكا او الجي ليج ايجنت الامريكي وفرانكا البرازيلي، فرقتين معانا في المجموعه، احنا ثلاث فرق يعني صعبين جدا. طيب نظام البطوله ازاي؟ الاول والاول من كل مجموعه بيلعبوا بعض على الاول والثاني، الثاني والثاني من كل مجموعه بيلعبوا بعض على الثالث والرابع، والتوالت بيلعبوا على تحديد المراكز. اتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يكون يعني دايما اصحاب المفاجآت، ويكون النادي الاهلي حاضر بقوه في هذه البطوله. نعم هي المشاركه الاولى، ولكن النادي الاهلي لا يعرف المستحيل. عشان نعرف المزيد عن هذه البطوله ومشاركه الفريق وسفره غدا باذن الله، معانا عبر الهاتف المدرب العام الكابتن احمد الجارح. ازيك كابتن احمد؟ كابتن هيثم، ازي حضرتك؟ ان شاء الله موفقين، يعني السفر بكره باذن الله. يعني قول لي يعني السفر هيبقى كام ساعه؟ هتوصلوا امتى؟ يعني اديني البرنامج حتى المباراه الاولى اللي ان شاء الله موفقين فيها يا كابتن احمد، اتفضل. والله يا كابتن هيثم، يعني زي ما حضرتك عارف السفر النهارده الساعه 2:30 صباحا، هنكون في المطار الساعه 12 ان شاء الله. هنروح ترانزيت في قطر، من مصر لقطر طبعا حوالي 3 ساعات وشويه، نقط ترانزيت 5 ساعات، وبعد كده ناخد طياره ان شاء الله من قطر على سنغافوره 8 ساعات برضه وشويه، يعني رحله تقريبا حوالي 16 ساعه وشويه. وان شاء الله نوصل هناك ونبدا اولى مباريات، يعني تدريبات بقى 18 و19 و20، ونبدا اولى مبارياتنا كده ان شاء الله يوم 21. طب كابتن، يعني احنا شفنا بعض الغيابات، فوجئنا بعمر عزب يعني ربنا يشفيه، يعني اصيب وتم استبداله بمهيب، هل الكلام ده مظبوط وقدرنا نغير في القائمه قبل السفر على طول يا كابتن احمد، ولا كان في مشكله في تغيير الاسامي؟ لا الحقيقه احنا ما عندناش اي مشكله في القائمه، لان اوريدي احنا مسموح لنا ان احنا نسافر بالقائمه كامله، احنا كنا مسافرين جميع اللعيبه، ويعني عزب حتى لو ما كانش هيشارك لو كان دكتور سمح له بالسفر كان هيسافر حتى لو مش هيشارك. و طبعا كنا نتمنى انه يبقى موجود معانا، عزب لعيب محترم، لعيب كويس، ليه دور في الفرقه كبير في البطولات اللي فزنا بيها السنتين اللي فاتوا، فربنا يشفيه كده ان شاء الله ويرجعه لنا في البطولات القادمه ان شاء الله. واحنا الحمد لله اللعيبه كلها موجوده وجاهزه، وتحدي جديد طبعا بطوله كاس عالم وصعوبه وليفل عالي زي ما حضرتك عارف، لكن احنا عندنا امل ان احنا نكمبيت يعني مع الفرق دي، وان احنا نقدر ان احنا نحط رجلينا في بطولات اقوى. الحمد لله على المستوى العربي والافريقي والمحلي ماشيين بشكل كويس، نفسنا بقى ان احنا يعني شفنا كلنا منتخب مصر في كاس العالم ما حققش المركز اللي فيه الانجاز، بس كلنا كنا حاسين ان الاداء مشرف، وان هم لعبوا باسكت كويس، وان الفرق اللي ما بيننا وبين الفرق الاوروبيه وفرق امريكا اللاتينيه قل من خلال اداء المنتخب، فده كان مؤشر كويس. طب كابتن احمد، طمني على معنويات الفريق، يعني اكيد طبعا يعني الفريق مليان باللعيبه الكبار، ايهاب امين، سيف سمير، عمر طارق، انا مش عايز انسى حد، عمرو زهران، عمرو الجندي، يعني لعيبه عندها من الخبرات اللي تبقى رايحه عندها الطموح اللي حضرتك بتتكلم عنه. كلمني عن المعنويات، هل كان في اجتماع مع الفريق قبل السفر؟ اتكلمتوا مع بعض ولا انتوا شايفين كجهاز فني المعنويات عاليه مش محتاجه اي شحن للاعبين قبل السفر؟ لا طبعا احنا المعنويات اكيد مرتفعه كابتن هيثم، حضرتك كنت لعيب كبير وعارف ان اللعيب دايما لما بيبقى رايح ايفنت زي الايفنت ده بيبقى مركز 200% ونفسه يدي مستوى 200%، ما بتحتاجش معاه مجهود في ان انت تديله الحافز، او هو اللعيب خلاص وصل لمرحله دلوقتي من خبراته والدعم المعنوي اللي بيلاقيه من جمهور النادي الاهلي، نفسه يظهر بمظهر يليق بالنادي الاهلي ويليق بيه شخصيا وبالنادي وبالجمهور. بس طبعا احنا ان شاء الله باذن الله
ربنا كده يكون معانا توفيق في البطوله. هي طبعا صعوبه القصه كلها ان انت رايح تلعب مباراه على اعلى مستوى بدون مباراه وديه او بدون اصلا ان انت تكون بدات الموسم، ودي حاجه زي ما حضرتك عارفها طبعا بخبراتك ان هي حاجه صعبه انك رايح على اعلى ليفل من غير صحيح. تحضير لمباريات. والحقيقه مفيش حد طبعا ساعدنا خالص من الفرق اللي في الدوري غير تقريبا اللي بشكرهم جدا نادي طلائع الجيش بقياده كابتن احمد فوزي، ان هم بصراحه رغم عدم جاهزيتهم ان هم لعبوا معانا الماتش، لان هم يعني بالنسبه لهم ان هم بيساعدونا احنا ان احنا نلعب اي مباراه. فيعني يا رب كده عدم وجود المباراه ده ما ياثرش، وان شاء الله بعديها بقى يكون في البطوله العربيه والكاس السوبر، دول ودول طبعا مهمين جدا لينا برضه ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن احمد تروحوا تيجوا بالسلامه، وهنتابعكم وقلوبنا يعني ودعواتنا معاكم. كابتن احمد الجرحي المدرب العام للفريق الاول لكره السله رجال، بشكرك شكرا جزيلا. وزي ما حضراتكم شايفين رحله هتمتد لقرابه ال 24 ساعه وصولا الى سنغافوره واستعدادا لبطوله العالم او الانتر كونتيننتال لكره السله. هنروح لسيدات كره السله بالطبع، والحقيقه اللي هم بيستعدوا للموسم الجديد ببطوله القاهره كالعاده. بطوله القاهره بتبقى هي اولى البطولات اللي بياخدها فريق السيدات وبيستعدوا بشكل جيد. سيدات سله الاهلي يهزمنا البنك الاهلي استعدادا للموسم الجديد. الفريق الاول لسيدات كره السله بالنادي الاهلي بقياده مديره الفني الكابتن طارق خيري فاز على فريق البنك الاهلي في اول ماتش اعدادي للموسم الجديد. الماتش كان اتلعب امبارح على صاله الشهداء باهل الجزيره. كابتن طارق خيري حاول يشرك اكبر قدر من اللعيبه، وده طبيعي طبعا علشان يقف على مستواهم استعدادا للموسم الجديد. كاميرا الابطال كانت موجوده في قلب الماتش الودي، وسجلنا التقييد اتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع لبعض تاني. احنا استعدادنا ثابت، انا بس الفترة الأخيرة دي أنا مش عاوز ضغط عليهم دايما في اجتماعاتنا وفي التمرين، اللي أنا عايز ألغي السنة اللي فاتت دي من الذاكرة بتاعتهم، لأن أنت أي احنا في الوطن العربي لما يبقى عندك ثقة زيادة الموضوع بيبقى مش لطيف، فأنا عمالي فترة شغالين على الجزء ده إن احنا ده موسم وخلص، والكلام بيتقال لنا دايما من كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة، فده جزء شغالين عليه إن أنا لا الموسم ده صعب جدا، عايز تحافظ عليه لازم تبذل مجهود، بلعب ماتش ايكوال ملعب ماتش انا اعلى الريتم واحد، عندك هدف بنحط اهداف، عندنا زياده عن الحاجات بتاعت السنه اللي فاتت، عندنا بنسبه كبيره بطوله افريقيا، فده دايما بنتكلم مع الاولاد في الجزء خصوصا اللعيبه القدام اللي هم القوام الفرقه الاساسي. الحمد لله ماشيين كويس، لعبنا ثلاث اربع ماتشات وديه، الشكل العام احسن في صعود، النهارده الدفاعات مجمله لطيفه، الدنيا حلوه. بس ده مجمل الموضوع مع تصحيح زي ما بيقولوا بقى، انت بتاخدي اخطاء الموسم اللي فات لكل لعيب بلان كده، انت عندك مشكله في الحته الفلانيه هنصلحها، عندي لعيبه السنه اللي فاتت كان دورها قليل، السنه دي شكلها لو انت قاعده من اول الجيم ندى نافع عامله جيم كويس، السنه اللي فاتت ما كانش بيشارك خالص. ده التطور بقى على كل اللعيبه اللي بيأدوا، فاحنا بنشغلين على ده لحد ما نوصل اللي احنا دايما عندنا هدف ان انا عندي ايه المهم او الماتش المهم امتى، مثلا نقول التمهيدي ان شاء الله سهل لحد دور الثمانية او سيمي فاينال دوري المرتبط، انا بلعب على ده، يعني انا بوصل الفرقه ان انا عايز للماتش ده يبقى عندي 12 لعيب فورمه، مفيش حد اوفرلود، مفيش حد مصاب، مفيش، ده اللي احنا بنشتغل عليه، ونتمنى التوفيق ونبعد عن الاصابات. دي يمكن استعداداتنا مختلفة عن السنة اللي فاتت، خصوصا ان احنا الحمد لله السنة اللي فاتت خدنا كل البطولات، كسبنا كل البطولات من غير ما نخسر ولا ماتش، فده يمكن السنة دي ده بيحفزنا اكتر ان احنا السنة دي نفضل محافظين على نفس اللي احنا عملناه السنة اللي فاتت، برضو مش عايزين نكسب كل البطولات بس، لا احنا عايزين نكسب كل البطولات من غير ما نخسر ولا ماتش، يمكن ده زود التارجت علينا. كابتن طارق السنة دي بادئ معانا الموسم من بدري، قايل لنا على الحاجات اللي احنا هنعملها، قايل لنا على ان احنا السنة دي هنبقى مركزين الدبل، هنبقى بنتمرن الدبل تمارين صبح وبالليل. يمكن كابتن طارق والفرقة كلها عارفة المسؤولية اللي احنا داخلين عليها، عاملين معسكر، احنا بنتمرن صبح وبالليل، فلا يعني السنة دي الدنيا مختلفة عشان نفضل محافظين على الصدارة ونفضل محافظين على ان احنا نبقى في التوب دايما، ونفضل محافظين ان احنا كنا مش بنكسب الفرق سكور عادي، لا كنا بنكسب سكور كبير،
فده يمكن حفزنا اكتر، وده هيدينا موتيفيشن اكتر ان احنا نفضل دايما كسبانين كتير. كابتن طارق دايما معودنا في الملعب انه اي حد بيغلط هو لازم ان هو يتقال له ايه الصح، لانه الغلطه كده كده وارده في الماتش، من لعيب كبير او لعيب صغير الغلطات وارده، فده طبيعي ان ده يحصل في الماتش. كابتن طارق بالنسبه لنا يعني زي اب، فهو بصراحه اي حاجه هيقولها لنا، حتى طريقته ان هو بيقول لنا الحاجه مش بتبقى بزعيق او بتبقى بنرفزه، فاحنا بنتقبله فيه زي ما بينا يعني، احنا في حب ان هو كابتن طارق زي اب بالنسبه لنا قبل ما يكون مدرب، فالعلاقه علاقه ود وعلاقه حب، فالموضوع بيبقى اسهل من كده بكتير يعني، محدش بياخدها لا ده كابتن طارق بيزعق لي خالص، كلنا بناخد ان ده بيبقى عايز يصلحنا ان احنا نبقى احسن في الملعب. استعدادات الفرق في النادي الاهلي يعني بتسير على قدم وساق استعدادا للموسم الجديد، وهو ده النادي الاهلي مؤسسه كبيره تعمل بانضباط وانتظام. خلينا نروح للكره الطائره سيدات، واللي بيستعدنا ايضا للموسم الجديد، وطبعا ده من خلال رفع الحمل البدني. زي ما حضراتكم عارفين كل جماهير النادي الاهلي متابعه الطائره بشكل يعني خاص الموسم ده عشان تطمن على الفرقتين، محتاجين ان شاء الله دوري وكاس ان شاء الله للفئتين هذا الموسم. كاميرا الابطال كانت موجوده في تدريب الفريق وصورنا التقييد، اتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع لبعض تاني. الحمد لله احنا بدانا الموسم ده مع جزء من اللاعبين، كان الباقي موجودين مع منتخب مصر، والحمد لله احنا بادئين الاعداد البدني القوي بتاعنا بتنميه العضلات والكلام ده كله، مع تثبيت للمهارات بتاعه الكره الطايره، على اساس ان احنا بنغير شويه في السيستم بتاع اللعب بتاع الفرقه عن الموسم اللي فات عشان نحقق احسن مستوى ان شاء الله. والله تبقى حسب، لان اللعيبه اللي في المنتخب بتستمر تلعب مده طويله، فبتحتاج شويه راحه الاول، وبعد كده احنا عشان ندخلهم تاني ويرجعوا بعد الراحه دي كاني ببدا من اول، لكن مش من الصفر يعني، ببدا من اعلى شويه في الكيرف بتاع المستوى البدني الاول، وبعدين المهاري مع الاستمرار بيبقى هو بيوصل بيهم للاخر ان شاء الله. احنا بدانا التدريبات من 1/7 مع الكابتن ابراهيم فخر الدين المدير الفني. احنا بنختص بالشق الاداري بس للفريق بالنسبه لتنفيذ طلبات المدير الفني من 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 صرف اجهزه او ادوات تساعد الفرقه في التدريب، ولو في حاجه مش متوفره في المخازن وكده، النادي متمثلا في النشاط الرياضي الكابتن خالد العوضي بيحقق لنا الطلب دوت عن طريق تعاقدات خارجيه. في شق تاني اللي هو تسجيل اللعيبه، احنا مهمتنا ان بناخد القايمه من المدير الفني اللعيبه اللي عايزه اللي هتتسجل في الفريق. احنا بادئين من شهر 7، بادئين كل يوم تمرينات وتمرينات قويه، فتره اعداد عاملين فتره اعداد كويسه جدا. دلوقتي احنا دخلنا من اول الاسبوع اللي فات تقريبا، واحنا بنتمرن الصبح وبالليل في ايام معينه، بنتمرن الصبح وبالليل عشان الكابتن بيركز فيها على مهارات مثلا احنا مش عندنا وقت كتير ان احنا نصلحها او نغيرها، فبيجيبنا الصبح نعدل المهارات دي، وبالليل بيبقى اغلبيته شغل ملعب وكده. طبعا هدفنا السنه دي ان تحقيق الرباعيه، الدوري والسوبر والكاس وافريقيا باذن الله. الفرقه كلها مستعده بشكل كبير يعني، وحتى في دماغها ان شاء الله باذن الله ما فيش اي بطوله هتقع منها السنه دي. بس عندنا اصابات وعندنا طبعا يعني حاجات لسه يعني مش مكتمله، بس يعني ان شاء الله باذن الله كابتن ابراهيم بيحاول يعوضها باذن الله يعني ننجح فيها. طبعا احنا استعداداتنا ابتدت من تقريبا شهرين، ابتدينا ان احنا بنجهز بقى بدنيا وتكنيكال حاجات كده في الملعب، ابتدينا ان احنا نتمرن فردي اكتر، كل واحد يتمرن على المهاره بتاعتها اكتر، ابتدينا كمان تمارين صبح وبالليل، بنشد على نفسنا دلوقتي جامد قوي، حتى كمان في الجيم مهتمين قوي بكل حاجه بنتمرنها، بس بنتمرن وبنطبق حاجات كابتن ابراهيم طبعا بيقولها لنا في الملعب، وبدايه لسه
واحده واحده كده، بس ان شاء الله يعني تبقى موسم قوي ان شاء الله. احنا السيزون ده احنا بادئينه بقوه قوي عن السنه اللي فاتت، يمكن بادئين زي انت بتقولي بقالنا 3 شهور، بس كفوليو كفيتنس لا احنا بادئين كويس قوي. عايزين نعمل حاجه غير السنه اللي فاتت. طبعا السنه اللي فاتت كانت بالنسبه لنا ما كانتش احسن حاجه، لان احنا خسرنا بطوله من 3 بالنسبه للناس كويسه، بس احنا بالنسبه لنا لا مش كويسه خالص. فاحنا السنه دي داخلين احنا كنفسيا وككل حاجه اقوى من الاول بكتير، عشان احنا عايزين ناخد كل البطولات يعني ان شاء الله. طبعا هو مركز معانا على حاجات كتير قوي، بالذات كله كفولي، يعني اللي هو احنا ايه الغلطات اللي كانت عندنا، ايه هنصلحها، بنغير شويه في السيستم بتاعنا. فطبعا بيقول لنا على حاجات كتير فولي يعني. السيزون ده طبعا استعدادات قويه، ومعانا جهاز فني جديد، جهاز فني على اعلى مستوى. احنا التمرين شغالين بقوه، وشغالين تمارين صبح وبالليل، بنحاول ان احنا السيزون ده ان شاء الله مستعد جامد ان احنا نحقق كل البطولات، ونبقى جاهزين لاي صعوبات تواجهنا في الدوري او في الكاس، وان شاء الله نحقق كل البطولات. هو ابرز تعليماته ان احنا طول نبقى مركزين في الفولي. هو يعني بيحاول ان هو يوفر لنا كل حاجه، ان احنا كنا يكون بس تركيزنا في التمرين، وما تركيزنا ما يضيعش بره التمرين. هو دي كل تعليماته دلوقتي، وده وبنبذل كل مجهودنا في التمرين. تقريرنا عن الكرة الطائرة سيدات نكون هنا وصلنا لأخبارنا داخل جدران النادي الأهلي. خلينا نروح لأخبارنا المحلية. حقيقة عندنا النهاردة خبرين مهمين جدا، خبرين يعني يسعدونا. هنبتدي بالخبر الأول، الخماسي الحديث واللي بيلعبوا مونديال الشباب اللي مقام في ليتوانيا وحققوا نتائج كبيرة جدا. خلينا استعرض بحضراتكم النتائج. منتخبنا الوطني الشباب الخماسي الحديث اتصدر جدول ميداليات بطولة العالم تحت 21 سنة، واللي بتتلعب في ليتوانيا من 11 ل 17 سبتمبر اللي احنا فيه. مصر حققت 3 ميداليات ذهب وتصدرت الجدول. يا جماعة يعني إنجاز كبير النهاردة للخماسي، أكيد يضاف لهذا يعني الاتحاد القوي بقيادة المهندس شريف العريان. وجي من وراها فرنسا بميداليتين ذهب وزيهم برونز، أما ألمانيا فجت في المركز الثالث بثلاث ميداليات فضة وجوم واحدة ذهب. لا 3 ميداليات بس، واحدة ذهب، واحدة فضة، واحدة برونز، وتبقى مصر على الصدارة بثلاثة ذهب. ميداليات مصر جت عن طريق ذهبية تتابع السيدات عن طريق ملك إسماعيل وفريد أبو هاشم، وبعدها حققنا ذهب فرق السيدات عن طريق الفريق المكون من ملك إسماعيل وأمير أنديل وزينة عامر، ومن شوية حققنا الميدالية الذهبية الثالثة وكانت من نصيب فريق تتابع المختلط والمكون من زينة عامر ومعتز وائل. قائمة منتخبنا في البطولة دي بتضم 4 لعيبة، وهم محمد الجندي ومعتز وائل ومازن طارق ومحمد حسام، ومعهم 4 بنات، ملك اسماعيل وامير انديل وفريد ابو هاشم وزينة عامر. واتحاد الخماسي حاطط عينه الحقيقه بجيل تاني، جيل تحت 21 سنه، عشان يستلم حتى الرايه من الفريق الكبير دلوقتي. يعني مش حاطط بلان بس على او بلان محطوطه لباريس 24، لا، لما بعد باريس 24. وده الاتحادات اللي عايزه تشتغل، بتحط بلان يعني شورت تيرم بلان ولونج تيرم بلان عشان دايما يحافظ على مستوى. هنروح لرفع الاثقال، ربعنا اللي بيستعدوا لبطولة الباريس 2024 لعبوا مونديال رفع الأثقال في السعودية وحققوا المركز الثالث في الترتيب العام. إنجاز كبير لربعين مصر في رفع الأثقال. منتخبنا الوطني لرفع الأثقال حقق المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة، بطولة العالم للكبار، واللي اتلعبت في السعودية في الفترة من 13 ل 17 سبتمبر اللي احنا فيه. مصر حققت 7 ميداليات، 5 ذهب، واحدة فضة، واحدة برونز. ميداليات مصر جت عن طريق 3 ميداليات ذهب عن طريق نجمتنا الكبيرة سارة سمير، وثلاث ميداليات 2 ذهب وواحدة فضة لكريم كحلة، وميدالية برونزية من نصيب محمود حسني. وصدارة الترتيب العام كانت لصالح منتخب الصين ب 33 ميدالية، منهم 20 ذهب و10 فضة و3 برونز. وجت تايلاند في المركز الثاني برصيد 9 ميداليات، وهم 5 ذهب وواحدة فضة وثلاثة برونز. وجات مصر في المركز الثالث. إنجاز كبير لربعنا. طبعا الصين راحت ببعثة كبيرة جدا جدا، عشان كده حققت 33 ميدالية. الحقيقة منتخبنا ما راحش بعدد كبير، ولكن إن شاء الله منتخبنا لما يحتل المركز الثالث على كل فرق العالم يبقى ده إن شاء الله رسالة يعني تدعو للتفاؤل قبل 2024. كده الحقيقة أخبارنا تكون انتهت. هنطلع لفاصل أعزائي المشاهدين عشان نستقبل أبطال أفريقيا للكرة الطائرة رجال منتخب مصر، واللي حقق بطولة أفريقيا بعد غياب 8 سنوات، هيكونوا معانا بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد، وبنرحب بضيوفنا نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة الطائرة، واللي كان لهم دور كبير جدا في الفوز ببطولة أفريقيا منذ أيام بعد غياب 8 سنوات. في البداية برحب بكابتن محمد معوض،
ابن النادي الاهلي وليبرو الفريق لسنوات طويله، بس هو النهارده مدير الفريق. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا بيك كابتن عيسى، وبنشكرك طبعا ان انت يعني ساعدت بشكل كبير ان انتوا تنورونا النهارده. ربنا يخليك، ده واجب علينا، وحضرتك طول عمرك وشك حلو علينا، فاحنا سعداء احنا موجودين مع حضرتك النهارده. منور يا كابتن، والف مبروك. ربنا يخليك، نورك، تسلم. برحب طبعا بدكتور الفريق واحسن لاعب في البطوله واحسن معد، نقول بقى الكابتن والدكتور، قول زي ما انت عايز تقول. الكابتن طبعا حسام يوسف. اهلا بيك يا كابتن حسام. اهلا بيك يا كابتن، ربنا يخليك. تحب دكتور ولا كابتن؟ الاثنين حلوين. انت عارف منورنا، والف مليون مبروك على البطوله وعلى الاداء وعلى كاس احسن لاعب وكاس احسن معد. ربنا يبارك فيك كل خير يا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن. معانا طبعا ليبرو النادي الاهلي، والحقيقه دايما في المواقف المهمه والمباريات المهمه كان موجود، وكمان كان مع المنتخب موجود. ليبرو النادي الاهلي ومنتخب مصر، كابتن محمد رمضان. اهلا بيك يا كابتن محمد. ازيك يا كابتن هيثم؟ ازيك يا حضرتك؟ منورنا. ويمكن طب كل شويه في الظهور، بس انت دايما يعني في قلبنا ودايما شايفينك وشايفين دورك بشكل كبير. ربنا يخليك يا كابتن هيثم، ربنا يخليك. كابتن محمد، يمكن اجي لك، البطوله كانت صعبه، الاعداد كان صعب برضو، رحتوا معسكر خارجي في تقريبا في مقدونيا وسلوفينيا وتركيا، يعني لفيتوا لفه كده، لعبتوا مباريات مهمه، رجعنا على البطوله. يعني صادفنا سوء حظ في البدايه مع مباراه الجزائر، يعني كلمني ازاي استعدينا للبطوله دي مع قدوم جهاز فني جديد ايطالي مستر فلافيو، يعني كلمني على الاستعداد وصولا للبطوله. والله هو الاعداد كان كويس، عملنا معسكر مغلق في مصر ممكن مده شهرين في حسن مصطفى، في امكانيات حلوه جدا طبعا، قفلنا على نفسنا واتمرنا كويس. وبعد كده عملنا معسكر خارجي في اوروبا لمده 3 اسابيع، كان فيهم 10 ماتشات وديين، كان فعلا في مقدونيا وتركيا وسلوفينيا في الاول، يعني 10 ماتشات على مستوى برضو عالي مع فرق محترمه زي اليابان تركيا. لعبنا يعني انا اقصد دول مش معسكر بس، لا لعبنا فرق تقيله كمان. لعبنا يعني 10 ماتشات، لعبنا الكاميرون برضو هناك، لعبنا مقدونيا وتركيا واليابان الاي تيم والبي تيم. ممتاز. لعبنا سلوفينيا طبعا، سلوفينيا امبارح كسبانه البرونز في اليورو، واخده ثالث في اليورو، فلعبنا ماتشات على مستوى كويس ما شاء الله يعني. ما شاء الله. طيب وصلنا البطوله، يعني جينا مصر فتره قبل البطوله ولا قد ايه قبل البطوله؟ اسبوع تقريبا او 10 ايام؟ 10 ايام لعبنا فيهم، او اسبوع لعبنا فيهم ماتشين وديين مع ليبيا ومع المغرب، برضو منتخبات محترمه، وكنا في جاهزيه كويسه الحمد لله. طب ماتش الودي مع ليبيا عملنا ايه؟ خسرناه. احنا كنا بنلعب يعني بنجرب كل نكشف كل اوراقنا. ليبيا عامله فريق كويس، ليبيا يعني بامانه خدوا برونز. هم كانوا بيلعبوا احنا يعني. ما كناش عارفينهم قوي، احنا عارفين هم ماشيين كويس، ما كناش عايزين نكشف كل اوراقنا في الماتش ده، كنا واخدينه تمرين يعني. طيب ماتش الجزائر اللي عايز اقف عليه شويه، الماتش الاولاني اللي خسرناه 3-0، يعني مش خسرناه بنتيجه مثلا 3-2 لا، ده احنا يعني خدنا وش تمام. الماتش ده احنا ساعتها قلنا يا اما هياخدنا للبطوله يا اما هياخدنا بره البطوله. حولتوا المكسب الخساره دي لمكسب ازاي وروح تانية خالص يا كابتن؟ والله زي ما حضرتك عارف الرياضه ملهاش كبير، احنا امبارح مثلا كان بيلعب اليورو الفاينل ايطاليا وبولندا في ايطاليا، بطل العالم وبطل اوروبا، وايطاليا خسر 15,000 متفرج 3-0. فدي رياضه طبعا، احنا المفروض احسن من الجزائر. الماتش ده كان داي اوف للناس كلها، يعني نادرا ما بتحصل، بس فعلا ما لعبناش حلو خالص، ما كانش في توفيق خالص. زي ما حضرتك قلت، وربنا حطنا في السكه الصعبه، وهي كانت يعني يا كده يا كده. صحيح. بس الحمد لله الناس الكبيره يعني لمت الفرقه ومع الجهاز الفني وتمسكنا، والحمد لله كانت فتحت خير علينا وكسبنا البطوله الحمد لله. الحمد لله. واحنا كده كده كنا بنقول بعد خساره الجزائر ان فعلا اللعيبه الكبار ليها دور، بس خليني برضو اتنقل بقى يعني، وطبعا اكيد كابتن احمد صلاح هو طبعا الغائب الحاضر النهارده، نجمنا الكبير والاسطوره، لظروف يعني ما قدرش يجي، ولكن هو طبعا كان ليه دور كبير، وكان يعني مش عايز اقول لكم يعني قد ايه كان مدعم للفريق، وكان ليه دور فني كمان خاصة في مباراة الجزائر النهائي. هروح للدكتور حسام يوسف، يمكن اللي ما يعرفش طبعا دكتور حسام يوسف او ما يعرفش عنه الخلفيات، هو طبعا معد النادي الاهلي. كابتن حسام يلعب زي ما يلعبش، يؤدي زي ما يعني ما يؤديش، نفس الاداء، نفس الروح، نفس القوة، نفس الالتزام، لو ما لعبش دقيقة برضه نفس الالتزام. قصة كبيرة وقدوة لكل لاعب عايز يبقى نجم في اخلاقه ونجم كمان في لعبه. يعني يا دكتور بأمانة أنا بحييك. ربنا يخليك كابتن هيثم. هو الواحد بيراعي ربنا في شغله، وبحاول إن أنا أطلع أقصى حاجة عندي في كل الأوقات زي ما حضرتك بتقول، سواء بلعب أو ما بلعبش. لو ما بلعبش بحاول أساعد زمايلي. الناس يعني كلها بتتقبل مني الكلام الحمد لله، إن أنا بحاول إن أنا أرشدهم للطريق الصح. دي حاجه بتزودني انا عند الناس الحمد لله رب العالمين، وربنا كفينا في الاخر الحمد لله بالبطوله. يعني يمكن انت بتلعب طبعا او في نفس المركز مع عبد الله عبد السلام نجم الفريق وصاحبك ورفيق دربك، ويعني ودايما تزاملتوا في 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 مواقف كثيره،
وافتقدنا جهوده في المنتخب نتيجة الإصابة، فأنت شلت الحمل يعتبر لوحدك. بالظبط. دخلت إزاي؟ لأن خلي بالك برضو أن أنت لما بتخش بطولة وأنت حاسس أن الحمل عليك، أنت محتاج توزع مجهودك، محتاج ترتب تفكيرك. لعبت الجيم إزاي؟ إزاي أثناء البطولة؟ بالظبط، هو كان من الموضوع بدأ من قبلها بشوية. إحنا عسكرنا زي ما محمد قال في حسن مصطفى فترة، وكان كل الكلام مستر فلافيو معايا إن أنا لازم أتحمل الفترة اللي جاية لأن الضغط هيبقى جامد. وكذلك لما سافرنا المعسكر بتاع أوروبا لعبنا 10 ماتشات تقريبا، أنا لعبهم تقريبا كلهم، وفي أوقات فعلا كان الواحد بيجي الوقت خلاص المجهود عالي، التعب، الإرهاق جامد جدا. كان طبعا مستر فلافي بيقعد معايا على طول بيتكلم معايا إن ده اللي هيحصل في البطولة، تتعرض لضغط أكبر من كده مع ماتشات رسمية، مع وجود جمهور، مع ماتشات ضغط دور 8 دور 4، وده اللي حصل فعلا يعني. صحيح. انا عرفت قيمه اللي كان بيحصل معايا في المعسكر في البطوله، ان ده هو ده اللي خلى الواحد يقف على رجله الحمد لله لحد اخر البطوله الحمد لله. طيب توقعت وانت البطوله شغاله ان انت ممكن تاخد كاس فردي؟ انت الله اكبر ما خدتش كاس، انت خدت كاسين، احسن لاعب في البطوله واحسن معد، ونادرا لما بيبقى المعدين بياخدوا احسن لاعب، يعني دايما للضريبه هم اللي بياخدوا احسن لاعب. بالظبط. فانت النهارده عملت حاجه صعبه، هل والماتشات شغاله كنت حاسس ان انت ان شاء الله قريب ده، ولا ده ما جاش في دماغك خالص اثناء البطوله؟ بصراحه ما جاش في دماغي خالص، هو كان اقصى حق يعني. انا كنت بفكر دايما ان احنا في الكاس الكبير، ان احنا نكسب البطوله دي كانت اهم حاجه عندي يعني. انا كنت حتى لما بتكلم مع رمضان او مع سعودي معايا في الاوضه بقول له انا نفسي اكسب البطوله، بغض النظر انا مش بفكر بقى يعني، انا الواحد بيعمل كل اللي عليه، بس التفكير كله ان احنا نكسب البطوله يعني. افريقيا بقالها كتير ما كسبناهاش، وخسرنا قبل كده في مصر هنا كانت 2017 وبعد كده خسرنا في تونس 2019 يعني، وتونس خسرنا تاني في رواندا في 2021، فثلاث مرات ورا بعض. فنفسنا نرجع البطوله تاني، الواحد نفسه يعيش احساس المكسب البطوله يعني على ارضنا في وسط جمهورنا. دي كانت ده كان الحلم بصراحه، كان الهدف بتاعنا. فلما جت طبعا الجائزه الفرديه اكيد حاجه كويسه وكل حاجه، بس دي زي ما حضرتك قلت انا كمعد دي تبقى كانها للفريق كله، الناس كلها ساعدتني بصراحه، مش عايز انسى حد، الفريق كله ال 14 كلهم او ال 13 راجل اللي كانوا موجودين، الناس كلها ما حدش قصر، ناس رجاله، الناس ما اتحملت المسؤوليه، خاصه زي ما حضرتك قلت بعد ماتش الجزائر خساره الناس كلها قعدت، لا احنا يا جماعه ما ينفعش يبقى المنظر كده او الشكل كده، لا احنا احسن من كده، لازم نرجع ثقه الناس فينا. ومن ماتش كينيا اللي هو دور ال 16 لازم نرجع الثقه لنفسنا ونرجع ثقه الناس فينا. واتكلمت حتى مع معوض قال لي احنا يعني مش هنتكلم تاني غير بعد ما البطوله تخلص، بعد ما الكاس يبقى معانا ان شاء الله. وده الحمد لله هو ده اللي حصل، الحمد لله رب العالمين. يمكن يعني ان انت تحط لنفسك هدف اثناء البطوله، ان انت يعني انا اكلمك بكل امانه، احنا يمكن بعد مباراه الجزائر الناس فقدت الثقه، اكلمك بكل امانه يعني، يمكن الكلام ده احنا كنا حاسينه واحنا متابعين البطوله، الناس قالت لك اه ده منتخب مصر كده هيتعاد نفس سيناريو 2017، ده احنا الجزائر اللي هي مش على الخريطه ومش مرشحه بنخسر منها 3-0. فانت النهارده كان عندك هدفين، انا بشكرك انت قلتهم، استعادت الثقه تاني لينا، الناس تستعيد الثقه فينا تاني، وان احنا ما نتكلمش الا بعد البطوله المنتخب. بالظبط كده، في هدف انت حاطه لنفسك اثناء البطوله. بالظبط، هو احنا اتكلمنا بقى يعني، هو كانوا طريقين، كان في طريق سهل وفي طريق اللي هو اللي احنا خدناه الطريق الاصعب اللي هو تلعب كينيا فالمغرب فالكاميرون او تونس والنهائي ان شاء الله. فاحنا قلنا ان البطل يلعب اي حد خلاص يا جماعه، احنا لا بالعكس، احنا ممكن الماتشات القويه اللي ورا بعضها دي تدخلنا في الريتم بتاع البطوله، احسن ما تلعب ماتشين ضعاف ورا بعض وتلاقي نفسك بتلعب سيمي فاينل مثلا تونس او الكاميرون، تلاقي الموضوع صعب. لا كده احسن، احنا ندخل في جو البطوله من ماتش كينيا ونكمل بقى ماتش بماتش لحد ما نكسب البطوله ان شاء الله. انا عايز اقول لك ان انت بتحكي لي كده سيناريو فيلم حصل وضغوط، الناس مش شايفه ده اكيد طبعا، ده الناس شافت بس الكاس وبترفع وخلاص، اكيد بعد السيناريو ده كله والحوارات دي كلها والاهداف اللي كانت جوه المعسكر الناس ما شافتهاش طبعا. واكيد بعد الخساره طبيعي، دي رياضه، وحصل شويه احباط والناس بدات تفقد الثقه شويه، وبدا ان يبقى في يعني الاحباط يدخل للناس حتى في التمرين. التمرين ما كانش احسن حاجه من بعد ماتش الجزائر، بس من تاني يوم خلاص بدانا ان احنا نفوق
وكنت انا متاكد واتكلمت مع الناس الكبيره ان مفيش حاجه هتخرجنا من الاحباط ده غير ان احنا نلعب ماتش كينيا ده كويس جدا الماتش اللي بعد الجزائر على طول. وحصل عملنا ماتش هايل. كان اصعب ماتش ان انت خارج من خساره وبتلعب كينيا فرقه برده محترمه وكسبانه البطوله اللي فاتت. فده خلانا بقى بعد الماتش ده فعلا الفرقه بقت حاجه تانية. بدانا ندخل بالثقه بقى. صح. الحمد لله رب العالمين. وخليني اقول لك ان انت تعرضت لنفس السيناريو ده في 2015 مع النادي الاهلي. كنتوا رايحين برده وخسرتوا مباراه وحطيتنا في الطريق الصعب. ورحنا للزمالك في دور الثمانيه. بالظبط. صح؟ بالظبط حصل. خسرنا من برج بوريج. وتفتكر انت برده رمضان الماتش ده. ايوه. وكنا قدها وقدود وعدينا وانت كان الحمل عليك برده. يعني انت كنت شايل برده يعني نفس السيناريو ده نفس السيناريو ده. مازن كان هيسم على كلام حسام يعني بطوله 2015 دي في الاهلي افريقيا النادي. او حتى البطوله دي هو الجو اللي في الفرقه اللي خلانا يعني نقدر نقوم من ازمه ماتش الجزائر ونكسب الحمد لله. صحيح. يعني ما حدش كان بيفكر في جائزه فرديه خالص. كاس هو ده بالظبط. طول ما انت باصص للتارجت ده الحاجات الفرديه الالقاب الفرديه هتيجي لوحدها. صحيح. عايز اشكر برضو الاتحاد ان هم كانوا الفتره اللي فاتت دي كلها يعني كانوا في ظهرنا جدا وساندنا. المعسكر اللي اتعمل في اوروبا ده يعني ما شفتوش من 20 كتير سنه. من كتير من كتير. انت بتقولي فرق كبيره يمكن. بالظبط. حتى سلوفينيا كنا في سلوفينيا بنلعب مع تالت اوروبا. لعبتوا مع سلوفينيا تالت اوروبا. بالظبط. فيعني مش عايز انسى حد باشمهندس ياسر قمر طبعا وكابتن حسن عابد دينامو الاتحاد دعمونا جدا. كابتن عمرو مخلوف الصراحه كنت شايفه مخلوف طبعا جدا وراح طبعًا. مع الفرق كلها كاس عالم. كابتن تامر بيبر طبعا كان معانا رئيس البعثه في الفندق. ما حدش طبعا عارف كان بيعمل ايه لكن هو كان معانا كل يوم في الفندق. فقدرنا نتغطي الازمه بتاعت ماتش الجزائر ولمينا بعض وحسينا ان الناس في ظهرنا. يعني اللعيبه طبعا كان ليها دور لكن برضو الاتحاد والناس المسؤوله كان ليها دور كبير. اللي احنا عملنا اجتماع وقلنا خلاص دي رياضه وبتحصل. السكه بقت اصعب شويه. السكه مش سهله بس يعني المكسب يبقى احلى. والرجاله كانت قدها بصراحه يعني وربنا سبحانه وتعالى كافئهم بشكل كبير. رمضان طبعًا. يمكن وجودك مع المنتخب كان تحدي لان كان في عدد كبير من البروهات موجوده في مصر كويسه. خلينا نتكلم بقى في الاختيار من الاول. ان انت عشان تخش جوه المنتخب كان في يعني انا سمعت في الليبروهات كان في مسبحه يعني كان في تنافس قوي جدا. كان في كتير. كلمني عن المعسكر لان هو ده اللي بناء عليه المدير الفني اختار الليبروهات للفريق. هو طبعا الف مبروك لينا الكاس طبعا اول حاجه يعني والف مبروك طبعا لحسام ام في بي. انا كنت بصراحه حسام ده حبيبي يعني طبعا هو حبيب الكل الله اكبر عليه. لا حسام ده حاجه ثانيه يعني بالنسبه لي حته ثانيه في كوكب ثاني بامانه. طبعا المعسكر كان احنا اتجمعنا في شهر 8 شهر 6 قصدي اتجمعنا شهرين وبعد كده حوار طلعنا سلوفينيا. كانت في ماتشات صعبه كتير هناك بصراحه. كنتوا يعني كام ليبري في الفريق قبل ما يتم التصفيه النهائيه؟ كنا في شهر 7 كنا 3 ليبروهات. تمام. كنت انا ورضا وواحد اسمه محمود شريف. منين محمود؟ كان بيلعب في الطيران. بيلعب في الطيران. كانت منافسه شرسه طبعا يعني كنت الواحد كان بيطلع كل اللي عنده بصراحه يعني. كان في ماتشات وديه برده طبعا الواحد كان بيموت نفسه جديد وما اعرفش حد. بالظبط. ماتشات يعني سيلكتد يعني كده ما شافش. الواحد كده كده اوريدي متعلم طبعا في النادي الاهلي اللي هو بيطلع طبعًا. بيعمل كل حاجه عشان يوصل اللي هو عايزه يعني طبعًا. طبعًا. فالحمد لله يعني انا اثبتت ان انا اكون في منتخب مصر الاول يعني. طيب انا عايز بقى بالتفصيل يمكن خدت من دكتور حسام. انا بحب دكتور دي خلينا والله لايق عليك قوي قوي ما شاء الله اكبر. خلينا نقول ان خدت اللي هو يعني الاوتلت من بره انه ماتش الجزائر اتكلمنا قلنا قول لي بعد ما صفرت المباراه في ماتش الجزائر خلصت وخسرنا 3-0 كلمني عن الساعتين ثلاثه اللي بعديها رحنا الاوتيل عملنا ايه كلمنا ازاي بالتفاصيل بقى. لا احنا بعد الماتش طبعا احنا كنا مصدومين كلنا يعني احنا عمرنا ما خسرنا من الجزائر يعني طبعا الجو كان في الاوتوبيس لا الدنيا كانت وحشه كاننا مصدومين اللي بيحصل بصراحه. قدرنا طبعا قعدنا مع بعض عملنا اجتماعات قبل العشاء ولا بعد العشاء يعني كلمني التفاصيل دي. لا انت ما تعشناش يعني ما تعشناش بصراحه. بعد العشاء قعدنا مع بعض واجتمعنا ما ينفعش زي يعني استراحه محارب يعني استريح عشان ان شاء الله بعد ما كده ماتش كينيا نركز فيه. طب انتوا كلاعيبه رجعتوا الهزيمه من الجزائر الاولى برغم ان يعني ما كانتش مرشحه الجزائر برغم ان هو ثبت وجود على فكره الجزائر. بالظبط. مش يعني احنا كنا فاكرين ان هو مش لا الجزائر مرشح بالمستوى ده. لا الجزائر مرشح. لا مرشح فعلا عشان هو كسب بطوله العربيه كانت قبلها بشهرين كان بيلعب ليبيا برضه بس الجمهور مش عارف ده. بالظبط. مش واخد على الصيت القديم ان الجزائر بعيد. طيب انتوا رجعتوا الهزيمه لايه؟ قلتوا احنا خسرنا من الجزائر ليه؟
لا هو اللعيبه بصراحه كانت كلها يعني كانت اوف مود بصراحه مش احنا بره كانت اوف مود خالص يعني بصراحه. كمان احنا لعبنا اول ماتش ان يعني لما احنا قعدنا مع بعض احنا صرحنا نفسنا هو ده المشكله هو ده اللي ان احنا يا جماعه كنا وحشين لازم نبقى متاكدين من كده في الماتش عشان كده احنا خسرنا يعني كان في سبب للخساره صرحتوا نفسكم بالظبط كل واحد يقعد مع نفسه يتفرج على نفسه يشوف عمل ايه في الماتش علشان الماتش الجاي مش مستحمل ان احنا صحيح. نغلط الاخطاء دي تاني بالظبط فادي هي دي كانت الناس صرحت نفسها ان هي كانت عارفه ان لا النهارده احنا مش كويسين مش هنضحك على بعض بالظبط ما تضحكناش على بعض لا احنا وحشين ولازم كلنا نعدل بالظبط هو ده اللي حصل الناس كلها كانت فاهمه كده فعشان كده الناس نزلت تاني يوم في التمرين مركزه ان احنا لازم الماتش الجاي لا يتحمل الاخطاء اللي احنا غلطناها بس ندوس على نفسنا نموت نفسنا. طيب وتاني تمرينه بقى يعني بيبقى الجو مكهرب هو في اي معسكر بعد اي خساره واحنا كنا كلنا لعيبه وعارفين بتلاقي السكوت كتير مفيش ضحك يعني بتلاقي الدنيا برده متنشنه شويه. انتوا كلعيبه كبار برده ليك خبرات عملتوا ايه؟ كنا بنلم بعضنا بصراحه يعني كنا بنلم بعضنا وكنا بنذاكر الفرق الثانيه وكنا بنظبط اخطائنا اللي احنا غلطناه في ماتش الجزائر. طب فلافي قال لكم ايه المدير الفني بعد ماتش الجزائر؟ ايه المحاضره الفنيه؟ فلافي بصراحه كان بيقول لنا ارموا كل حاجه ورا ظهركم انا سبب الخساره انا سبب الخساره فعلا بالظبط قال لنا انا سبب الخساره ما لكوش دعوه باي حاجه. طب والله اهم حاجه ركزوا في اللي جاي. طب والله حلو جدا هو تحمل المسؤوليه عشان ما فيش حد يعني لو انتوا عايزين تجيبوا سبب للخساره فهو انا سبب الخساره بالظبط انتوا بس العبوا الماتشات الجايه وانا متاكد ان انتوا تقدروا تكسبوا البطوله دي. هو بصراحه ده كلام عجبني بالظبط هو لا هو الراجل بصراحه يعني بيدي اللاعب ثقه في نفسه بيخليه يطلع اقصى حاجه عنده في الملعب وفعلا في الوقت ده هي دي الكلمه اللي اتقالت فعلا انا افتكرتها لما محمد قالها ان هو الراجل قال لو انتوا هتحطوا سبب للخساره فهو انا السبب ده محدش يفكر في اي حاجه تانية غير ان هو يلعب الماتشات اللي جايه. يعني لا بصراحه يعني دي كواليس برضو يا كابتن بتدل ان جهاز فني عايز يعمل حاجه وعايز يضيف للمنتخب مش عايز هو يبقى جاي يعني لا هو عايز اللعيبه تتفرج للعب محدش يلوم نفسه. والميزه في فلافيو طبعا فنيا مدرب طبعا محترم جدا وبالمناسبه هو اخر مدرب كان موجود لما كسبنا في 2016 تصفيات الاولمبيكس. يعني هو كمان كان ماسك منتخب مصر قبل كده 2016 تصفيات الاولمبيكس لاهليتنا ريو كان هو المدير الفني وما كسبناش من ساعتها ورجع وكسبنا الحمد لله. فدي طب ما دي حاجه كويسه انه فاهم حتى طبيعه وده اختيار على فكره لازم نشكر الاتحاد عليه انه جاب مدرب ليه خبره مع اللعيبه المصريين. يعني فعلا الاتحاد كان ليه دور مهم في الصيف ده يعني اختيار فلافيو برده كان مناسب جدا ان هو عارف الناس وكان متابع الفريق وريدي عارف يعني ثلاث ارباع الفريق واتفرج على ماتشات الدوري والكاس قبل ما يجي فكان عنده خلفيه الوقت كان ضيق يعني كنا محتاجين ثلاث اربع شهور يجهز الفرقه عشان نكسب فكان اختيار موفق طبعا من والتعاقد معاه كان متاخر في شهر 5 وده برده اللي ساعد انه عارف اللعيبه ومتابع مش بعيد عنه. هو تعامله النفسي كان مهم جدا زي ما قال رمضان وحسام هو ثقافته حلوه وبعد الماتش ده يعني هادي جدا وعمل المحاضره دي قال لكم انا قال المسؤول لكن من دلوقتي احنا كل ماتش بنلعبه فاينل احنا هننزل مفيش ماتش بعد ده دور 16 دور 8 مفيش تعويض احنا ظهرنا في الحيطه وبص لقدام يعني مفيش رجوله ورا خلاص. برافو تعامل نفسي هايل مع اللعيبه وخلى اللعيبه هاديه انا شايف برده في الماتش ومديهم ثقه سيربنا يعني ترمومتر الثقه ده شويه السيرف في الفولي صح لو انت في ثقه تلاقي السيرف ماشي معاك لو الدنيا شبكه قوت بره راح ضعيف السيرف ما بيمشيش صح. فالحمد لله السيرف كان اهم سلاح بالنسبه لنا في البطوله دي وحتى في الفاينل يعني عصران مفنش البطوله بايس حسام قبليها في لفته ولعب صلاح كل الناس احمد صلاح طبعا عصران لا الله اكبر الله الحمد لله ربنا كرمنا باختياره. طب رمضان خليني برضو يعني اصعب ماتش من وجهه نظرك كل لعيب بيبقى شايف ماتش صعب من وجهه نظره انت شايف في البطوله كلها اصعب ماتش كان لينا ايه يا رمضان؟ انا بصراحه كنت شايف ماتش الكاميرون بصراحه ماتش الكاميرون انا اتفق معاك بصراحه فظاع بصراحه انا شفتهم بيسخنوا خفت لا هم اطوال فظيع انا اختلف معاكم في النقطه دي تختلف مين بقى اصعب ماتش طيب؟ كينيا عشان بعد خساره كينيا كان المفتاح وهي حامل لقب هو كان لازم رياكشن الفرقه يا الفرقه هتقوم تاني يا مش هتقوم بس الصراحه الرجاله نزلت عملوا ماتش يعني جامد قوي صح كينيا فرقه محترمه مش ضعيفه وكينيا كسبانه مصر في 2021 بس انا لا انا اقول لك على حاجه انت اقنعتني انا غيرت رايي عشان بعد ماتش الجزائر اللي احنا خسرناه الاولاني بالظبط. طب وجهه نظرك بقى كابتن؟ لا هو فعلا ظروف ماتش كينيا ان انت خارج من خساره ده اهميه الماتش ده هو عنق الزجاجه زي ما بيقولوا الماتش ده لو عديناه
هتفرق مع الفرقه. الماتش ده يعني وبعدين عملناه حلو قوي وكسبناه يعني وان سايد جيم ويعني كان شكله حلو. حسيت ان الفرقه فده الناس بقى الدفعه اللي هي بتاعه البطوله بقى فعلا بقى يعني اي حد يجي بقى يعني اللي هو طب انت طب انت من وجهه نظرك يعني احنا ليه اتخضينا من الكاميرون؟ انا كواحد متابع وشفت البطوله. لا فرقه الكاميرون فرقه محترمه كسبانه تونس قبلها بيوم البطل وفرقه تونس طبعا بقى لها فتره فعملوا ماتش ضد تونس يعني وانس يعني الجيم الرابع في ماتش تونس والكاميرون كاميرون يعني بهدلت تونس فطبيعي ان انت رايح تلعب فرقه كسبانه البطل وفرقه محترمه طبعا ليه ما ياخدش البطوله بالظبط كسبت البطل بس احنا بالزبط. الماتش ده يعني سبحان الله احنا الشوط الاولاني كسبانين 25 13 يعني لان احنا نازلين بقى نلعب خلاص بقى يعني ما فيش رجوع. صدق ان حتى على الاداء ده في كينيا انا قلت لا ده فريق كينيا ضعيف انا قلت كده وبعد كده عملت سيرش وشفت لقيت لا كينيا فرقه محترمه جدا كسبونا بس في حاجه غريبه بقى انا ملاحظها الافارقه او القاره السمراء اتقدموا جدا في الاستقبال مظبوط في الاستقبال هو ده اللي خلاهم يتحسنوا جدا في الفولي لان هم في الاول احنا كنا بنكسبهم بالسيرف دلوقتي بقوا بيستقبلوا وبعدين هم في الضربه ما شاء الله بدنيا اقوياء فبداوا يستقبلوا ويعلوا الكوره وبيضربوا بقوه جامده جدا فبدا ان هم يتطوروا بشكل فظيع يعني الاستقبال يعني زي ما قلت نظري بتاعهم كلمه السر في افريقيا السمراء الاستقبال مظبوط شايف كده رمضان طبعا الاستقبال بصراحه الاستقبال عندهم اتحسن جدا عن زمان زي ما شايف ليبروهاتهم ازاي يعني برضو خلي بالك الليبرو هو لا الليبروهات بصراحه عندهم برضو كويسين استقبلوا بيتحسنوا عن زمان كمان احنا زمان كنا بنكسبهم مثلا بسيرفات صحيح احنا كنا في بطوله افريقيا صدق انت قلت كلمه صح بالسيرفات كان السيرف يروح ما يعرفوش يستقبلوا نقطه كان في سنه 2020 كنا لعبنا فرقه افريقيه كنا كاسبين في فرقه 20-0 بالسيرف بس يا خبر ابيض لكن هم دلوقتي تطوروا جامد غيروا حتى سهومه سيدات طبعا كاني على فكره كسبتنا قبل كده في بطوله افريقيا 2019 احنا كان حالنا صعب 21 اللي كانت في رواندا 21 في رواندا رواندا كانت اول ماتش في البطوله اصلا بس طب خلينا يعني اتكلم بقى انه المدير الفني فلافيو اداكوا راحه كام يوم مفيش اداكوا قليل جدا بعد البطوله ده رابع يوم ده تمرين بكره ان شاء الله تمرين بكره طيب ليه انا بس عايز اسال سؤال ليه علشان عندنا تصفيات المؤهله لاولمبياد باريس في اليابان ان شاء الله اخر الشهر يوم 30 اول ماتش اول ماتش مع امريكا يوم 30 و31 لعب اليابان في اليابان فمفيش وقت خالص. هو كام فرقه في المجموعه؟ 8 بينا 8 هياخدوا كام؟ 2 صعبه ولا انا متهيئ ليه؟ لا هو صعبه نصعد اليابان بس هو ليها حسبه معقده ليها علاقه بالتصنيف بتبقى احسن ترتيب في افريقيا طب تونس هتلعب معانا هناك؟ تونس معانا المجموعه اوبا طب هسألك سؤال حضرتك طبعا بقى الاداريات دي طبعا اكيد ملم بيها ماتش الجزائر الاولاني كان يخلينا نعدي تونس في التصنيف ولا ما تفرقش قوي مش عايزين نزعلك يعني لا 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 عادي ما هو دي بس خلي بالك احنا زعلانين لا ما طبعا بس خلي بالك ما هو انت وهو نفس الموقف دلوقتي ان هو مضطر برده انت الفرق 10 نقاط تحتيه وانت لو قدرت في بطوله العالم اللي جايه تكسب لك ماتش مش متوقع وتكسبه هو انت هتلعبه صح انت كده دخلت وانا عايز اقول ماتش الجزائر نزلنا في الرانك لو كنا كسبناه وكسبنا البطوله كنا نعدي تونس بس ما ينفعش تحس بكده ان ماتش بالزبط. الجزائر خسرناه بالزبط. حطينا في سكه ثانيه كان ممكن نخسر فاينل او سيمي فاينل بالظبط فده نصيبنا الحمد لله احنا راضيين بيه جدا وهنروح اليابان ان شاء الله هنكسب تونس وان شاء الله نلعب مثلا على ماتش فنلندا او تركيا طب هم 12 فرقه هناك صح ولا 10 8 طب هياخدوا اول وثاني الثمانيه دول مجموعه واحده ولا مجموعتين 8 مجموعه واحده نروح نلعب 7 ان شاء الله وكمان خلي بالك انتوا عندكم مشكله الساعه البيولوجيه انتوا لازم تروحوا بدري يا باشا عشان ان شاء الله النوم وقلبه النوم دي انتوا عايزين على الاقل بدري قبلها باسبوع بس اتصور فلافي واخد الموضوع ده في معانا معسكر جاهز في كوريا دعوه من كوريا ودعوه من اليابان ان شاء الله صح. ولسه بندرس هنطلع انهي واحده ان شاء الله يعني مجهزين نفسنا طيب انا ما ينفعش بقى تبقوا معايا وما اتكلمش عن النادي الاهلي الموسم اللي جاي وما ينفعش معايا طبعا نجمين كبار محمد رمضان وحسام يوسف محافظ الألقاب طبعا ونجوم كبار شايفين الموسم الجديد ازاي؟ شايفين الجمهور عايز يطمن عايز يحس منكم ان شاء الله بالامل في الموسم الجديد ان احنا باذن الله نستعيد البطوله. كلمه منك يا دكتور عن الموسم الجديد للنادي الاهلي. لا طبعا في النادي الاهلي الجمهور ولا احنا متعودين ان احنا يحصل اخفاق سنتين ورا بعض ودي حاجه طبعا غير مقبوله واكيد الجمهور حقه ان هو يطالب ان احنا نرجع تاني وفرقة الطايرة معودة الجمهور على المكسب دايما فان شاء الله يعني احنا بنوعدهم ان احنا نبذل
اقصى جهد ونطلع كل اللي عندنا السنه اللي جايه بحيث ان احنا نعوض ونرجع بطوله الدوري ان شاء الله ونلعب على كل البطولات باذن الله. تقول لي جمهور النادي الاهلي دايما بيتابعك ودايما بيتغزل يعني زمان يعني انا ما قلتش واحد على مليون من اللي بيقولوا عنك جمهور النادي الاهلي في الالتزام والادب شخص يعني بيليق بنادي الاهلي ونادي الاهلي يليق بيه مثل اعلى لكل الناس لكل الناس. تقول لي الجمهور النادي الاهلي اللي بيحبك الحب الرهيب ده. ربنا يخليك يا كابتن هيثم وانا بحب كل الجمهور والله وده شرف ليا يعني الناس بتتكلم عليا بشكل كويس ويعني احب اطمن الجمهور ان احنا ان شاء الله نرجع تاني في النادي ونحقق بطولات تاني ونرجع تاني الجمهور يملى الصاله عشان احنا محتاجينهم جدا في ظهرنا الفتره اللي جايه وان شاء الله نبقى عند حسن ظنهم باذن الله. اداه وجود محمد كلمه لجمهور النادي الاهلي نطمنهم على الموسم الجديد باذن الله. ان شاء الله يعني ان شاء الله نوعدهم طبعا اخفاء السنه اللي فاتت واللي قبليها ان شاء الله يعني نوعدكم الدوري والكاس ان شاء الله هيكونوا في الجزيره ان شاء الله. اداه وجود والله ان شاء الله احنا وراكم في ظهركم وداعمين ايا كانت الصعاب احنا وراكم وفي ظهركم وياما وصبتونا بصراحه. طبعا انا عايز اهدي الكاس ده لاحمد سعيد طبعا ربنا يرجعه بالسلامه ان شاء الله ربنا يشفيه ان شاء الله. رمضان محمد رمضان بشكرك نورتيني وشرفتيني والف مليون مبروك الاداء والروح والمكسب بشكرك يا محمد. ربنا يخليك يا استاذ هيثم. كابتن حسام طبعا بشكرك نورتيني وشرفتيني وبعتز بيك وسعيد جدا بوجودك النهارده. انا اسعد والله شكرا الف شكرا يا كابتن. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل يمكن كابتن محمد معوض مكمل معانا مدير الفريق هينضم لينا بعد الفاصل. عبد الرحمن سعودي احسن سنتر بلوك محمد عصران لاعب المنتخب ونجم المنتخب والنادي الاهلي ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومرحب بنجومنا اللي انضموا لينا في الاستوديو طبعا كابتن محمد عصران نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر وصاحب اخر نقطه في البطوله. اهلا بيك يا محمد. اهلا بحضرتك. صح كده مظبوط دايما كده بتتحط في الايه في النقط يعني سواء في الاهلي او هنا صح بس انت قدها وجود دايما ان شاء الله. الحمد لله فضل ربنا. طبعا بنرحب باحسن سنتر بلوك في البطوله وسنتر بلوك النادي الاهلي وطبعا من ابناء النادي الاهلي شباب والفريق الاول عبد الرحمن سعودي. اهلا بيك عبد الرحمن. اهلا بيك يا كابتن. ربنا مبروك على الكاس مبروك على لقب احسن سنتر بلوك. الله يبارك لك يا كابتن. ربنا خليني يعني ابتدي معاك اكيد حاجه انت اسعد واحد النهارده لما تاخد سنتر بلوك على كل النجوم الموجودين مع المنتخبات الافريقيه والعربيه وانت لسه في السن الصغير ده اكيد دي حاجه اسعدتك جدا. طبعا الحمد لله رب العالمين الحمد لله بس يعني الاهم من الجائزه الفرديه الحمد لله هو اللقب يعني ده الهدف الاول الحمد لله ربنا كرمنا بيه بعد كده الجائزه طبعا اكيد ليها شعور تاني طبعا فرحان بيها جدا خصوصا ان اللقب غايب علينا بقاله كتير وان انا اكون يعني مشارك مع المنتخب الاول واحقق جائزه الحمد لله فرديه ونحقق طبعا اللقب يعني دي حاجه شعور يعني خاص ومبسوط جدا طبعا بيه يعني. انا عاجبني النغمه الواحده اللي بيتكلموا بيها كابتن كل اللعيبه ان هو البطوله يعني انا حاولت اخده للكاس الفردي راح هو واخدني ورجعني تاني لكاس البطوله تعرف فكلهم تون واحد في روح واحده. من راي حضرتك كمدير الفريق ايه سبب الروح الواحده في الفريق ده كله؟ والله يعني هو ما كانش عندنا غير لعيبه اهلي وزمالك بس والروح كانت جميله ما بينهم وبالذات كمان بعد ماتش الجزائر الناس يعني تماسكت مع بعض اكتر وكنا كلنا ايد واحده مع الجهاز الفني ومع برضه الاتحاد الناس كلها كانت يعني سانده بعض وقلنا خلاص ماتش وراح والبطوله لسه موجوده وزي ما قلت لحضرتك ما حدش فكر خالص في اللقب الفرديه دي خالص كان كل الناس عينها على الكاس الكبير ده وماتش بعد ماتش كل ماتش فاينل عدينا كينيا قلنا الحمد لله نركز على المغرب بعد المغرب الكاميرون بعد الجزائر الفاينل والحمد لله الظروف كمان ما كانتش سهله خالص يعني طبعا ما عرفناش نفرح بعد البطوله عشان احمد سعيد طبعا ربنا يشفيك يا رب خبر جالنا طبعا قبل ما نرفع الكاس كان ان شاء الله يرجع احسن من الاول ان شاء الله ان شاء الله يعني ما عرفناش نحتفل طبعا ربنا يشفيه ويرجع لنا بألف سلامة كلكم رحتوا له على المستشفى زرتوه طبعا كلنا رحنا المستشفى وكلنا معاه في البيت يوميا ان هو كان ليه كان سبب كبير في البطوله دي ان هو ما كانش بادئ اساسي بس من بعد ماتش الجزائر لعب شويه وبعد كده لعب وكان ما شاء الله مستوى حلو قوي كان هايل حتى في الفاينل لغايه الشوط النص اللي لعبه كان هايل ما شاء الله ربنا يشفيه يا رب وطبعا عصران نزل في ظروف صعبه جدا كالعاده دايما زي في النادي بس هو يعني راجل واحنا عارفين الكلام ده ومحدش شاكك في قدراته خالص ونزل وادى وده برده يعني روح الفرقه كانت كويسه ان قدر ينزل ويلعب كويس طالما الروح كويسه اي حد هينزل يبقى كويس طالما الروح كويسه طبعا دي صوره لاعبنا السابق احمد سعيد طبعاً. اللي بنتمنى له من كل قلوبنا الشفاء العاجل ان شاء الله ويرجع تاني بالسلامه ينور الملاعب ويرجع احسن من الاول طبعا هو طبعا ان شاء أكيد. الله اكيد ان شاء الله يرجع ويلعب ان شاء الله اكيد ان شاء الله يعني اجي لك عصران يعني لسه كابتن محمد بيقول ان انت بتتحط في الاوقات الصعبه
ايه في القلب فين؟ لا القلب ميت الحمد لله. قول لي يعني كلمني عن الظروف اللي نزلت فيها طبعا خاصه بعد اصابه احمد سعيد في ماتش فاينل، وكلمني عن اللحظات دي ونزلت بأني فكر. لحظه خروج احمد سعيد بالنسبه لي كانت صدمه. انا كنت مصدوم حتى لما وهو خارج فقال لي انا ما فيهاش حاجه انزل يا عصام وكمل. حاسس ان انت اتخضيت عليه؟ اه بصراحه. فقال لي انزل وكمل، انا ما فيش اي حاجه، ما تقلقش من اي حاجه. فالحمد لله يعني نزلت وقدرت اعوض، يعني اكون يعني ما اثرش في حاجه مع الفريق. وبصراحه يعني روح الجماعه بصراحه، اول ما نزلت اللعيبه كلها جريت عليا فبيشجعوني وبيحمسوني. ده ساعدك ان انت ايه تخش في مود الماتش بالظبط. المؤازره من زمايلك في الملعب وبره الملعب دي ساعدتك بالظبط. اه عشان كان اول مشاركه ليا، فزمايلي كلهم بصراحه يعني ست لعيبه كلهم معايا، يعني مثلا عملت خطا في نقطه فلا كله جاي يجري عليا ويهدى وعوض. يعني بصراحه كانت روح كويسه جدا. فبعد التايم اوت ارتحت شويه لما سعيد جريت عليه واطمنت، فقال لي ما تقلقش انا ما فيش اي حاجه، ما تقلقش عليا. فحاولت ايه اطمن شويه. بس احنا لما شفنا احمد سعيد وقع الصراحه انا واحد من الناس توقعت ان هي يعني هتبقى حاجه في الركبه. انا بالظبط يعني انا منظر الوقعه بتاع ده بيبقى لينا رؤيه احنا برضه. هو حاول يهون عليا شويه بس انا عارف احمد سعيد يعني قوي، انا عارف اللي هو قوي يعني يستحمل اي حاجه اللي هو يلعب. فبالنسبه اللي هو يخرج بره دي كانت صدمه بالنسبه لي. فالتفكير يعني كنت بفكر فيه دايما يعني وانا في الماتش، بس اللعيبه بصراحه والمدربين قالوا لي اتكلموا معايا واهدى وهو ما فيهوش اي حاجه. انتوا علاقتكم اصلا قويه جدا، انتوا يعني اكتر من اخوات يعني بره الملعب وجوه الملعب، وتزاملتوا كتير وكمان في المعسكرات مع بعض بالظبط. فسعيد بالنسبه لك هو يعني مش بس زميل في الملعب، لا ده اخ يعني. فانت كنت مخلوط عليه بشكل كبير، وفي الوقت اللي مطالب منك انت تنزل تشيل وتعوض بالظبط كده. فكان اختبار صعب ليك بس انت كنت قدها وقدود. اه الحمد لله. بس انا نقطة يا باشا يعني بس الناس هتسيب البطاقه. النقطه دي كانت بسبب سعيد، عشان كان ايه اللي حصل يعني كان بيقعد يتكلم معايا ان احنا نطلع باريس ان شاء الله الاولمبيات. فلما انا جيت افتكرت في الجيم الرابع افتكرت كلامه بصراحه، اللي هو لازم نطلع الاولمبيات. اه بصراحه وحمسني فالحمد لله يعني قدرت ارجع تاني واحده واحده، والحمد لله مع الفرقه كلها بصراحه. الحمد لله ربنا كرمنا بالبطوله دي اهم حاجه. الحمد لله ده وقدود. سعودي اجي لك، يمكن الموسم اللي فات انت يعني من مواسم سابقه وانت بتحط رجلك مع النادي الاهلي خطوه بخطوه، منافستك مع السنتر بلوك اللي جوه النادي الاهلي طبعا لعيبه كبار عبوا، وكان عادل قبل كده وناس انا حد يمكن محسن برافو عليك، في حماده سنتر حماده برافو عليك. فدي منافسات اكيد اثقلتك بشكل كبير، خليتك تخش على المنتخب جاهز. الكلام اللي انا بقوله ده رايك فيه ايه؟ طبعا احنا لما احتك مع مثلا كابتن زي عبد الحليم عيبو طبعا او عادل، الحاجات دي طبعا زادتني خبره، ان انا اتمرنت معاهم لعبت معاهم لحقتهم وزاملتهم. فالحمد لله على الواحد مستواه طبعا بيعلى لما يلعب مع كوكبه من النجوم. طبعا لحق طبعا كابتن محمد معوض زميل ملاعب سنين برضه، كابتن حسام يوسف لسه موجود ربنا يديه الصحه، كابتن احمد صلاح طبعا يعني نموذج يعني حاجه يعني مش انا يعني اتكلم عنها طبعا يعني، وكابتن عبد الله عبد السلام طبعا. فالحمد لله كل الكوكبه دي الواحد يعني بيستفاد منهم وبيتعلم منهم طبعا لحد النهارده. طيب اثناء البطوله والسؤال دايما اللي بساله، انت كنت حاسس بادائك؟ يعني اللعيب بيبقى حاسس يعني طبعا، انت هدفك الكاس وده ما فيش شك فيه اكيد، بس انت كاداء جوه الملعب زي الهدافين كده بتحس ان انت لا انا يعني الحمد لله فايق. كنت حاسس الاحساس ده ماتش ورا الثاني ولا زاد مع المباريات؟ لا هو الحقيقه يعني احنا اول ماتش حصل في اخفاق بتاع الجزائر ده يعني ممكن يعني تقول مثلا احبطنا شويه او يعني هزنا شويه، بس بعد كده الحمد لله ابتدى الريتم يعلى ماتش ورا بعضه الحمد لله يعني. وبعد كده الواحد ابتدى يعلى سنه يتدرج كده لحد الحمد لله يعني ما كنت كويس الحمد لله. اه الحمد لله رب العالمين كلنا يعني اعتقد كده يعني كلنا مش عبد الرحمن بس او كده. طيب انت طولك كام يا سعودي؟ يعني تقريبا 2 2 2 2 يعني حاجه كده يعني. طب هل انا بسال ليه السؤال ده، هل في سنتر بلوكس في الفرق كان اطول منك؟ يعني اعتقد انا بسال السؤال ده ليه، لانه لا موجود كان فيه كان فيه لعيبه اطول. يعني الموضوع مش بس طول، لا انت بس محتاج تكنيك لانه انت بتقابل لعيبه اطول منك اكيد طبعا. البلوك ده اللي هو الاساسي في البلوكات لينا على الشبكه. طيب خلينا نروح معاك لحاجه ثانيه وهي الارسالات. انت من اللعيبه اللي بتجيد السنتر بلوكس القليلين اللي بتجيد الارسال، ولما بتقف على الارسال احنا ما بنبقاش قلقانين، بتعرف توجهه كويس وبتعرف
يعني انا شفت ماتشات الدوري يعني وماتشات مع المنتخب ده كان نقطه قوه بتميزك بتخلي مستر فلافيو حط بيديك وقت اطول بيديك دور اكبر ولا شايف النقطه دي ازاي؟ الحمد لله يعني الحمد لله الواحد ارساله كويس ومش انا بس الفرقه كلها. هو موضوع الارسال ده كمان كان مهم جدا في البطوله دي لان هو كان يعني نقطه تحول يعني بالزبط. هو بيدخلنا الماتشات بيخلينا نضغط على الفرق اللي قدامنا من اول الجيم دي حاجات مهمه يعني مستر فلافيو كان مركز قوي في نقطه الارسال دي من بدايه الماتش يعني لعب ارسالات قويه يعني حتى اللي هيضيع ما فيش اي مشكله بس اهم حاجه الارسال يكون قوي اللي يعدي يعدي ما فيهوش بالظبط وضيع يعني. عادي ضيع عادي مش مشكله بس لعب ارسال جامد يعني ضغط على الارسال ضغط على الفرقه الثانيه. كنت عايز ازود بس بالنسبه لسعودي اكيد فاكر يوم الجيم قبل البطوله ما كنت قاعد بتعمل ستريتش وكنا بنتكلم مع فلافيو مع عبد الرحمن سعودي طبعا الكواليتي بتاعته معروفه ففلافيو قال له انا عارف انت البطوله دي هتاخد فيها احسن سنتر قال له كده قبل البطوله ولا امتى؟ قبل البطوله قال له انت تاخد احسن سنتر في البطوله مستر فلافي طيب من وجهه نظرك بقى كمدير فريق ليه قال له كده؟ لا ان الكواليتي بتاعت عبد الرحمن يعني عارفينها كسنتر بلوك مواصفات ادي اهو بياخد الكاس اهو او بياخد جايزه افضل سنتر بلوك احنا اعلى سكواد في افريقيا يعني الحمد لله احنا فرديا يعني ما بنلعب ما فيش حد يقدر يكسبنا الله اكبر طول ما الناس متماسكه مع بعض والروح كويسه والاعداد كويس والاتحاد في ظهرنا والجو حوالينا كويس ما بنخافش من حد وريناه ان اي حد الحمد لله كسبنا ماتشات يعني كل ماتش كان فيه يمكن تشكيله صحيح. مختلفه بسبب الظروف اللي احنا فيها بس في الاخر كنا بنكسب الحمد لله واي يعني حد في الملعب بيأدي بالظبط بدليل ان صلاح كان ليه دور كبير جدا في المباراه الفاينل خلت رضا هيكل لاعب نادي الزمالك ينزل بوست يقول ان البطوله دي باسم صلاح لانه طبعا. كان ليه الدور الابرز في ماتش الفاينل انه يقدر يخلصه طبعا احمد صلاح يعني عايزين نشكره على مجهوده معانا احنا زعلنا جدا من قرار اعتزاله كان مفاجئ بالنسبه لنا خالص هو قائد الفريق وكان نفسنا يكون معانا الفتره الجايه طبعا وان شاء الله وتاهلنا يكون معانا في الاولمبياد ده حق احمد صلاح تاريخ كبير جدا وادى المنتخب كتير قوي للنادي الاهلي طبعا وحقه يختار امتى يعتزل بس احنا برده حقنا نكون زعلانين ان هو يعني ونضغط عليه كمان رمز لينا طبعا ان شاء الله ان شاء الله نضغط عليه ومش هنسيبه ان شاء الله لما يرجع باذن الله ان شاء الله باذن الله طب قول لي عصام يمكن اصعب ماتش قبلك او قابلنا في البطوله من وجهه نظرك ايه؟ ماتش الكاميرون بس قبل ماتش الكاميرون كان خسارتنا من خسارتنا من الجزائر كان بعديها كينيا لازما لازما المغرب نتخطى الخساره وماتش كينيا بالنسبه لنا كان قوي هو ده اللي هيرجعنا لقدام بس اقوى ماتش كان الكاميرون جامده ايه المختلف في الكاميرون غير اللي قابلناها قبل كده ايه النسخه دي يعني على فكره هي خسرت في التتو الرابع مع ليبيا برضه بس الناس كلها قايله انها فريق ما ينفعش يخسر ايه السبب الناس بتقول عليها كده في النسخه دي مش كاميرون بس بصراحه يعني كينيا اتطورت افريقيا كلها دلوقتي ليبيا. اتطورت جدا ليبيا بقى 43 سنه بياخدوا ميداليه بالظبط يعني ما بقاش مصر وتونس لا بقى في الكاميرون بقى في ليبيا بقى في كينيا بقى في الجزائر يعني افريقيا كلها بصراحه حصل فيها تطور لو اقدر ازود كابتن هيثم الفكره ان البطوله دي كانت مهمه مش مؤهله دايركت للاولمبيكس بس بنسبه كبيره الكاميرون برضو كانت قريبه لو كانت كسبتنا وكسبت البطوله كان حظوظها عاليه انها توصل اولمبيكس بالتصنيف فهم كانوا جايين فول تيم بكل المحترفين وده مش بيحصل كل بطوله ليهم لعيبه في فرنسا هم الكاميرون على طول بيبقوا فرنسا يوناتان ده بيلعب في شومون في فرنسا ده واخد تاني في الدوري هو بيلعب اساسي في الملعب في اللي بيلعب معاه كافوجو ده برضو بيلعب في صربيا وبوتنشال رهيب في كودي محترف في السعوديه برضو اوبوزيت 2 متر 10 مثلا في واحد بيقولوا عليه حمزه ما اعرفش نقة ده بيلعب في الترجي ده في تونس بيلعب في الترجي في الكاميرون برضو عندها السنترين محترفين في واحد بيلعب في تركيا فهم جم فول تيم فرقه جامده وعندهم كمان جيل صغير كويس هم حتى قدروا في الماتش ينزلوا يلعبوا بالاحتياط بس انتوا كده عندكم الفتره اللي جايه مهمه صعبه في منتخب مصر عشان تحافظوا على البطوله خاصه ان اللقب التاسع لينا مظبوط والتونس 10 القاب يمكن تونس انا اسف 11 تونس تونس في الاواخر يعني يمكن يعني ثلاث بطولات ورا بعض او خدوهم منهم بطوله في ملعبنا وبطوله هناك وبطوله احنا ما وصلناش فاينل يعني قصدي اقول لك تونس في الكام سنه اللي فاتوا فرقت شويه عنا فالنهارده عندنا تحدي كبير ما بقاش الموضوع تونس بس زي ما بيقول يعني عصران انت عندك الكاميرون عندك كينيا عندك تونس عندك الجزائر طب الجزائر مثلا من وجهه نظرك كمان الجزائر ايه اللي اختلف فيها في النسخه دي؟ خدت بطوله عربيه انا شفت يعني احنا لعبناهم ماتشين الجزائر تقريبا مش المعد مش موجود معاهم كمان كان في معد احسن على ما اعتقد ولا كان عندهم معد غاب في البطوله كابتن هو امير هو امير بيلعب هو امير ما حسيتش باي اختلاف بس المجموعه دي
مع بعض من بدري، فطبيعي يعني انسجموا مع بعض، فاكيد طبعا عملوا معسكرات. طب انتوا لما وصلتوا فاينل ولقيتوا الجزائر، ده ما كانش عبء نفسي ان هم خسرنا منهم مجموعه، ولا بصراحة كان ده فرصه عشان نعوض؟ لا دي كانت فرصه اللي احنا نعوض والناس الجمهور الخساره. بس خلي بالك بصراحه حدين، لو كانت الجزائر كسبتك كانت هتكسبك للتاني مره في بطوله واحده. لا بس احنا الحمد لله كنا واثقين يعني روح العزيمه مع بعض. بعد الخساره قعدنا مع بعض على طول بعد العشاء، اتكلمنا مع بعض كلنا. كله كان متضايق وكلنا زعلانين طبعا، ماشي، بس قدرنا يعني الحمد لله المباراه دي فوقتنا لقدام الحمد لله انها جت بدري، فالحمد لله دي ادتنا دافع قوي جدا لقدام. حتى قلنا يعني بعد الاجتماع قلنا يا رب نقابل الجزائر في النهائي. سعودي يعني برضو نفس الكلام، يعني يمكن كباتن الكبار اجمعوا ان مباراه كينيا كانت مهمه والكاميرون، محدش جاب ابدا سيره ماتش الجزائر فاينل، كله بيتكلم كان بثقه ان احنا ان شاء الله هنكسب. ما احنا يعني الماتشين الاولانيين دول ضغط كبير جدا عشان يعني توصل بقى للفاينل، بقى ايا كان كنت هتقابل الجزائر او الجزائر ساعتها كانت بتلعب مين عشان توصل ليبيا فاينل. ليبيا كانت بتلعب ليبيا، فانت لازم تتخطى الاول عقبه الكاميرا عشان توصل للفاينل اصلا يعني. واحنا كان بقى يعني حظنا ان احنا قابلنا بقى الجزائر تاني عشان نرد اعتبارنا بتاع خساره اول ماتش. طيب انت لما احنا كسبنا الكاميرون وعرفنا طبعا ان احنا نقابل الجزائر في الفاينل، انت على مستوى برضو خلي بالك انت يعني خبراتك مش قليله، لعبت مع شباب ولعبت في نادي الاهلي، بس برضو يعني لسه مع المنتخب خبراتك مش طويله، منتخب كبير قصدي، ما حسيتش بقلق شويه لحظه كده انه لا الجزائر تاني وهي كسبانه؟ طب ولا ده اداك حافز لا لازم نعوض ولازم نثبت الناس ان احنا احسن؟ احنا والله احنا ذاكرنا ماتش الجزائر ده كويس جدا، احنا لعبناهم الماتش الاولاني كان في اسباب الخساره، ذاكرناها تاني، ابتدينا يعني نراجع الفرق اخطائنا هنا ايه لازم نعالجها. زي ايه مثلا؟ يعني قول لي ايه الاخطاء اللي انتوا تلاشتوها في الماتش الثاني عن الاولاني؟ احنا ممكن في الماتش الاولاني مثلا كان عندنا يعني ضيعنا مثلا ارسالات كتير، مثلا بلوكاتنا ما كانتش متظبطه قوي، استقبالنا كان مهزوز شويه، ممكن عشان كان اول ماتش او كان داي اوف للعيبه كلها او للفرقه، ممكن ما كانش يومنا في الماتش، بس الحمد لله راجعنا الكلام ده كله اشتغلنا عليه. لا في الماتش ده مش هينفع نغلط نفس الاخطاء بتاعت الماتش الاولاني، بناء على كده الحمد لله ربنا كرمنا بالماتش يعني والحمد لله كسبنا يعني البطوله. طيب لما خدت كاس افضل سنتر بلوك، ومستر فلافيو قبل البطوله بيقول لك زي ما قال كابتن محمد معوض، قال لك انت هتاخد احسن سنتر بلوك في البطوله، دار ما بينك وبينه كلام بعد الجائزه ولا ما دارش؟ يعني دار بينا كلام طبعا، انا وعدتك يعني ووعدتك وقلت لك ان انت هتاخد احسن سنتر في البطوله ويعني اتحققت يعني. طب انت رديت عليه قلت له ايه؟ الحمد لله طبعا يعني اصل ده فرقه، الموضوع مش بالنسبه لي جائزه فرديه، الجائزه الفرديه دي لا يعني انا قصدي اقول ان هو توقع وتوقعه طلع مظبوط. والتوقع مش جاي مبني على ارقام بس، مبني على ثقه، ما ممكن يكون ارقامه كويسه بس الثقه يعني مش هيأدي، لا ده هو واثق فيك جدا وكمان اريك صح كلاعب، فالنهارده دي حاجه على فكره، دي حاجه ليها معنى تاني طبعًا خالص. الحمد لله يعني في المعسكر الحمد لله عملنا معسكر، عملنا تقريبا احنا رحنا تركيا ورحنا سلوفينيا ورحنا مقدونيا، لعبنا ماتشات كتير احتكينا فرق محترمه جدا، الحمد لله ربنا كان موفقني في الماتشات دي والفرقه كلها، كنا ظاهرين بشكل كويس وكده، فهو الحمد لله كان يعني متوقع بناء على الماتشات دي وعلى المستوى ان الحمد لله الكيرف ماشي يعني كويس، فكان يعني بتنبأ ان انا يعني ان شاء الله هاخد جايزه. لا خلي بالك يعني فرق بين بيتنبأ وفرق بين هو مبني بيزد على ارقام. ايوه الحمد وبيزد لله على قرايه، هو ما تنبأش، هو نقول يعني شاف ان ده الصح وده الطبيعي. ايوه خلي بالك هو 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 ده شاف ان الصح ان سعودي زي ما شاف حسام، يعني معلش هو اعتمد على حسام واعتمد على عسراء، اعتمد على الكل طبعا، بس انا قصدي على اللعيبه اللي هو اتحطوا في سيتويشن انه لازم هيشيله. طب كابتن نظره افريقيا لينا النهارده بعد المكسب ايه؟ انت طبعا كمدير كره انت راجل كل شغلك بتبص من بعيد بتشوف الاجواء المحيطه، النهارده بعد مصر ما رجعت تاني على عرش افريقيا، نظره الاتحاد الافريقي، نظره الاتحاد الدولي، نظره الفرق الاخرى لمصر دلوقتي بقت ازاي؟ طبعا حصل لنا دروب طويل شويه من 2016 ما كسبناش حاجه خالص وده في تاريخ مصر كتير. فالحمد لله قدرنا نرجع لعرش افريقيا ودي ان شاء الله تبقى البدايه، حتى لو احنا عندنا اجيال كويسه، منتخبات الناشئين والشباب محققين نتائج كويسه في بطولات العالم، فهو محتاجين ان يكون في ترانزيشن ان شاء الله، ان في يعني ممكن نقول نهايه جيل، في ناس سنها يعني هو ده طبيعي بالظبط سنه الحياه، في ناس هتبطل، لكن ان شاء الله نحاول نعمل الترانزيشن ده باحسن طريقه وندعم واحده واحده بعناصر شباب
عشان نقدر نسيطر تاني لفتره طويله باذن الله. طب حضرتك شايف برضو احنا نتطرق للشباب وللناشئين، عملنا نتائج كويسه بامانه يعني يعني عاملين نتائج مبهره بصراحه، وفي اجيال طالعه كويسه، شايف ده برضو يطمن المسؤولين وبامانه مع الاتحاد عايز يعمل حاجه يعني برضو خلينا نتكلم بامانه، الاتحاد عايز يعمل حاجه المنتخب مصر، شايف ان احنا كده ماشيين على الطريق الصح؟ شايف بالناشئين والشباب والفريق الاول باللي احنا ماشيين ده ممكن يدينا 10 سنين قدام؟ انا شايف طبعا الاتحاد حاطط خطه كويسه، وكل الفرق متهيألي الحمد لله تأهلت لبطولات العالم حتى السيدات بقالهم فتره ما وصلوش. الناشئين في كسبنا الكاميرون في الكاميرون طبعا سيدات كانت صعبه جدا، عندنا منتخب الشباب يعني كانت مجموعته صعبه بس في الاخر واحد تاسع، الناشئين واخدين تامن وسط كوارتر فاينل مع فرنسا. من زمان ما سمعناش الترتيبات دي بالظبط، لا الكواليتي موجوده، وهي الاتحاد حاطط يعني خطه ان شاء الله لقدام عشان نقدر نسيطر تاني لفتره طويله باذن الله. طيب شايف انه الاحتكاك امر مهم، يعني دايما بيبقى عندنا عناصر كويسه، بس اللي عمله الاتحاد السنه دي شيء جديد انه عمل معسكرات تليق باسم منتخب مصر. على فكره في اتحادات كتير او في منتخبات كتير دي ازمتهم ما بيعملش الاحتكاك اللي يرقى يوصل منتخبك انه يلعب بطولات دوليه، شايف الاتحاد ده بيركز في الموضوع ده يا كابتن؟ طبعا حضرتك عارف الرياضه ماشيه ازاي، التمرين مش كفايه خالص طبعا، الاحتكاك بالذات وانت بتلعب في المستوى الدولي محتاج تلعب ماتشات مهما كان، مفيش حاجه بتعوض ضغط الماتش خالص يعني. فزي ما قلت المعسكر اتعمل ما شاء الله للاتحاد، يعني عملنا معسكر وكمان مسافرين ب 18 لعيب لمده 3 اسابيع في اوروبا، لا والجهاز مسافر يعني كان بيسفروا اللعيبه على قد بالظبط، ودي حاجه تحسب لهم بصراحه ظهرنا، وده يعني كل السبورت للجهاز الفني، هو يعني اللي انتوا عايزينه هنعمله عشان ان شاء الله ربنا يكرمكم. فكان معسكر ناجح الحمد لله، الناس كلها لعبت وبانت، لما جينا في البطوله احتاجنا لاي حد، الناس كلها نزلت وادت وكسبنا باي حد الحمد لله. صحيح يا كابتن، وبشكرك عصران كلمه لجماهير النادي الاهلي اللي هي اكيد بتشوفنا دلوقتي واللي عايزه تطمن، اه فرحانه بالمكسب المنتخب ولكن عايزين يطمنوا على الفرقه السنه الجايه. عصران طبعا اقول لهم طبعا احنا اسفين على الاخفاق اللي حصل من سنتين، بس ان شاء الله اوعدهم ان شاء الله الفتره الجايه ربنا يكرمنا باذن الله، وان شاء الله الخمس بطولات يكونوا في النادي الاهلي. سعودي تقول ايه لجمهور النادي الاهلي اللي دايما بيدعمك والحقيقه يعني مش دعم بس، انت تحس ان انت خفيف حتى على جمهور النادي الاهلي بيحبك جدا، تقول لجمهور النادي الاهلي؟ طبعا بقول لهم ان شاء الله السنه دي يعني البطولات كلها ان شاء الله تكون في النادي الاهلي، محتاجينهم يكملوا في ظهرنا ويدعمونا، وان شاء الله ربنا يكرمنا السنه دي ونجيب كل بطولات النادي الاهلي ان شاء الله. مسؤوليه كبيره عليك وعلى عصران وعلى يوسف وعلى كل اللعيبه، انت كمان كسنتر بلوك في افريقيا النهارده عليك مسؤوليه كبيره في السنه ان شاء الله نكون عند حسن ظنهم ان شاء الله، وان شاء الله نجيب كل البطولات باذن الله. سعودي بشكرك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني، والف مليون مبروك على اللقب والاداء وكاس افريقيا. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك، نورتني وشرفتني ومبروك، والحقيقه انا من اكتر الناس اللي سعيده ليك، انت مساعد ما جيت النادي الاهلي وده يوم بعد يوم بتثبت ان انت كنت صفقه ناجحه بكل المقاييس ان شاء الله المواسم القادمه باذن الله. ان شاء الله تعوض، نورتني وشرفتني وكنت سعيد جدا بيك، مشروع اداري محترم، حاجه مشرفه، انا اتنبأ لك باذن الله ان ليها هيكون ليك باع كبير اداريا، لان ده طريقك اللي اخترته اداريا في كره الطائره في مصر كلها. بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك كابتن هيثم، اشكرك على كلامك الجميل ده، وانت وش السعاده علينا على طول ما شاء الله، وشك حلو علينا سواء في الاهلي او في المنتخب، ان شاء الله نيجي نحتفل بالتاهل لباريس ان شاء الله. ان شاء الله هنا نحتفل مع بعض باذن الله ان شاء الله. اعزائي المشاهدين دي كانت حلقتنا مع ابطال افريقيا لكره الطائره، بجد يعني احنا سعداء جدا، استعاده اللقب بعد 8 سنوات، دايما اسم مصر لما يعني بيكون فوق احنا بنكون اسعد ناس، لان هو ده الهدف من كل الدوريات اللي احنا بنشوفها والمنافسات، والهدف الاساسي هو منتخب مصر. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه، والى حلقه جديده من الابطال.